باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الأحد الثالث من الصوم الكبير، وبنسمي هذا الأحد أحد الابن الضال أو الابن الشاطر. والحقيقة مثل الابن الضال كان من ضمن ثلاث أمثال قالهم المسيح ردا على الفريسيين اللي كانوا بيتهموا المسيح أنه بيقعد ويأكل مع العشرين والخطاة وبيقعد معاهم ويستأنس بيهم. علشان كده كان المسيح بيرد على هؤلاء الفريسيين. كثيرين منا ممكن نقع في نفس الفكرة، فبنشوف ان في هذا المثل ربنا بيدينا صورة العلاقة وقد ايه ربنا بيهتم بالناس وقد ايه ربنا بيحب الجميع وقد ايه ربنا بيرعى الكل وينتظر رجوعك. قد يكون اختياراتنا الإنسانية توقعنا في مشاكل وتوقعنا في البعد عن الله، وبالتالي بنبص نلاقي ان ربنا هنا بيحط لنا الطرق المناسبة للتوبة والرجوع. يعني خروف ضال، فالراعي بيدور على هذا الخروف، هو الخروف ده بعد عن القطيع. يعني كمان بيقول لنا انه هناك فرصة لانه عدو الخير يستفرد بانسان. عشان كده خلي بالك وجودك ضمن جماعة مؤمنين، جماعة روحية، وجودك ضمن كنيسة الله، جسد المسيح الحي، أعضاء حية في جسد المسيح، هو أمان للإنسان. لكن أول ما الخروف بيخرج برة الشيطان يقدر يستفرد به ويوقعه في خطية أخرى. امرأة فقدت واحد من الدراهم اللي في سلسلتها، وكل درهم منهم له مكانة وله معنى، فبتدور عليه، وأول ما تدور عليه بتلاقيه، بتفرح مع أصدقائها. الحقيقة في مثل الابن الضال هنا بيدينا صورة عن مبدأ الشر. ليه الشر ابتدأ في الإنسان؟ هذا الابن الصغير اللي كان عايش في بيت أبوه وعايش في فرح وفي كل أمان، هنا الخيال اللي ممكن يجي للإنسان أنه يدور على حريته، يدور على قيمته، بيدور على مواهب، بيدور على حاجة بره، مع أن ممكن تكون هذه الأشياء موجودة جواه حقيقية عنده. ما تبحث عنه خارجاً قد تجده في داخل نفسك عطية وموهبة من الله مجانية لك. عشان كده بنرجع مرة تانية إلى آدم وحواء، ولما ربنا قال لهم لا تأكل من هذه الشجرة لأن يوم أن تأكل منها موتا تموتا. العجيب أنه لو رجعنا شوية وشفنا طريقة ربنا في خلق الإنسان وإيه الرؤية بتاعته، ان ربنا قال نخلق الانسان على صورتنا كشبهنا. فهنا خلق الله الانسان على صورته واراد له ان يكون الشبه. خلي بالك هنا ان ربنا بيديله صورته وبيديله كمان مسؤوليه ان يكون شبهه، وكمان بيديله تحذير انه يبعد عن هذه الصوره، بيديله تحذير انه لو بعد عنه يكون الشر هو في داخله. ونلاقي انه الغواية تجيله ازاي؟ الغواية بتيجي للانسان عبارة عن ايه؟ انه بيجيله بيصور له صورة بهية خارج اللي هو بيمتلكه. العجيب ان الشيطان يستخدم ما لك علشان يخليك تدور عليه، بيعمي عينيك باللي ليك ويخليك تدور عليه خارجك وكأنه ليس لك. فيجي حواء وآدم ويقول كده لن تموت، يعني ربنا يقول لك أنت هتموت، يقول له لا لن تموت، بل تكونان مثل الله عارفين الخير والشر. فأنت هتكون زي ربنا. طب ما ربنا مديك صورته، ما ربنا عايزك تبقى المثال بتاعه، يعني اللي ليك اوريدي ربنا مديهولك، أنت مش عارف تشوفه فبتدور عليه بره. علشان كده ربنا في سفر أرميا بيدينا صورة تحذيرية شديدة جدا، ويشهد السماء والأرض على الإنسان ويقول كده
هل بدلت أمة مجدها بالذي لا ينفع؟ شعبي عملوا شرين، تركوني أنا ينبوع ماء الحي، وحفروا لأنفسهم آبار مشققة لا تضبط ماء. وهو ده اللي ساعات كتير بنعمله، إنه بنبدل مجدنا، بنبدل المجد اللي ربنا ادهولنا، بنبدله بإيه؟ بالذي لا ينفع. فتصور إنه الإنسان الذي في بيت أبيه له كل هذا المجد، له كل هذه الكرامة، وفي نفس الوقت هو يذهب لأبيه ويقول له أعطني نصيبي في الميراث، اعطني ما يخصني وانا همشي، ويترك بيت ابوه. بيدور على ايه؟ بيدور على ايه؟ بيبدل المجد بتاعه بالذي لا ينفع، بيدور على اللي ليه اللي ربنا مديهوله، وبيدور عليه بره. كتير من الاوقات بنعمل كده كل يوم في حياتنا، بنبحث على تحقيق امال وهميه خارج ربنا، خارج المسيح. بندور على متعة، بندور على أمان، بندور على قيمة بندور عليها بره ربنا، وكأنه العالم يقدر يديك قيمة، ويقدر يديك كرامة، ويقدر يديك متعة، ويقدر يديك سلام، ويقدر يديك محبة، ويقدر يديك كل ده. خيالات العالم بيصورها لك لأنه لا يمتلكها، فيصورها لك في صورة خيالات. والإنسان اللي عينيه مش على ربنا يبدأ يروح وينجرف إلى هذه الأمور. أما الإنسان المحتفظ تماما بعلاقة قوية مع ربنا، شايف مجده في المسيح، وشايف كرامته في المسيح، شايف أمانته في المسيح، شايف سلامه في المسيح، شايف محبته في المسيح، شايف كل أبديته، شايف حياته الإنسانية في المسيح، هتبص تلاقيه يحتفظ بهذا، لا يخرج، لكن يحتفظ بعلاقة روحية أصيلة عميقة مع ربنا. لكن ربنا عايز يقول لنا أنه حتى لو هذا الابن انجرف ومشي بعيد، لكنه عاد إلى نفسه، عاد إلى نفسه، رجع. الإنسان أول ما يبتدي يفكر في نفسه يلاقي نفسه إيه؟ إيه حياتك؟ ما هي حياتك؟ عشان كده بولس الرسول بيكلمنا في البولس ويقول لنا كده: في وقت مقبول سمعتك، في يوم خلاص أعنتك. هو ذا الآن وقت مقبول، هو ذا الآن يوم خلاص. فخلاصك الحقيقي هو الآن، اوعى تأجله، اوعى تدور عليه بعدين، الآن دور على نفسك، دور على حياتك الأبدية. فإن ما هي حياتنا؟ إلا بخار يظهر قليلا ثم يضمحل، زي ما قال في المزامير، زي حياتنا كده أفنينا عمرنا كله في إيه؟ كأنها حلم، حلم بنفوق منه على الحقيقة. الحقيقة هي إيه؟ هي حياتنا الأبدية. عشان كده خلي بالك الآن، الآن ابتدي ارجع إلى نفسك زي ما هذا الابن رجع إلى نفسه. لكن الحقيقة هذا الابن لما رجع إلى نفسه، أبوه السماوي بيعلن فرحه، أبوك السماوي بيعلن فرحه، بيعلن فرحه أنه يكللك بالكرامة، يذبح لك العجل المسمن، يقابلك بفرحة، يديلك خاتم، يرجع لك سلطانك مرة أخرى، ويديلك ثوب البر، ثوب عدل، ثوب كرامة، يكسيك بمحبته، يكسيك بنعمته، يكسيك بكرامته، وبالتالي هنا الإنسان يكون في أمان. أما الابن الآخر، الابن الأكبر اللي هو على مثال الفريسيين، اللي ما قدرش يفهم القصد الإلهي، اللي ما قدرش يفهم قصد أبوه هو فين، حينما سمع أن أخوه رجع غضب ولم يرد أن يدخل، وأبوه يروح له لغاية عنده، ويبتدي هنا الاتهام الواضح لأبوه. وتخيل بقى هذا الإنسان اللي عايش في بيت أبوه، وكتير من الأوقات نأخذ هذا الموقف إن إحنا نقول إنه قط لم أتجاوز وصيتك. كتير من الأوقات نفتكر إن طالما إحنا موجودين جوه بيت ربنا، وطالما إن إحنا بننفذ الوصية حتى لو كانت بدون مشاعر، مجرد تنفيذ وصايا، مجرد تنفيذ فرائض بنأديها
ممارسات نأديها وبنفتكر لأننا نؤدي هذه الفرائض أو نؤدي هذه الممارسات يكون لنا الحق على الله، دون أن يكون لنا علاقة روحية حقيقية، علاقة أصيلة مع ربنا في إنساننا الأصيل، في إنساننا الحقيقي. علشان كده ربنا حب يقول لنا هذا المثل، أنه هذا الابن الكبير موجود جوه البيت، وصحيح لم يفعل مثل أخيه الأصغر وخرج وبعد بعيد، لكنه لم تكن له علاقة مع ربنا، مش فاهم قصد الله الحقيقي. عشان كده علاقتنا بربنا هو إدراك قصد الله في حياتنا، إدراك قصد الله للعالم، إدراك هكذا أحب الله العالم. لأن كل من يؤمن بالمسيح، بابن الله الذي بذله، إدراك ده ينال حياة أبدية، إدراك أن الله يريد أن الكل يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، إدراك محبة الله للبشرية، إدراك أنه أحبنا إلى المنتهى، تنازل وصار إنسانا مثلنا لكي نصير نحن مثله. جميعنا نفرح بهذا الإنسان الخاطئ الواحد الذي يتوب ويرجع، ولأن السماء كلها بتفرح بإنسان واحد يتوب. كتير من الأوقات إحنا بصفة إنسانيتنا وطريقة تفكيرنا المجتمعية بنضع علامات على الناس ونعلم عليهم كده ونحطهم جوه إطارات ونقول هذا الإنسان ده أصله كذا وأصله كذا، ونفتكر إنه الإنسان لا يتغير، فبالتالي يظل تفكيرنا دائما في كل إنسان مربوط بالعلامة اللي حطيناها له أو مربوط بالإطار اللي وضعناه فيه. الله قادر أن يغير البشر، الله قادر أن يغير كل إنسان، أما إذا كان الإنسان هذا الفريسي زي الابن الأكبر لا يؤمن بهذا، غضب جدا وغضب على أبوه واتهمه أنه ظالم وأنه جديا لم يعطيه ليفرح مع أصدقائه. ولما جاء ابنك هذا الذي أنفق أموالك على الزواني ذبحت له العجل المسمن، وضع أنفسنا في مقارنات مع الآخرين، كيفية يتعامل معنا الله يضعنا في مساءلة حقيقية أمام الله، لأننا نضع الله في صورة عدم العدل. علشان كده خلي بالك لا تضع نفسك في مقارنات مع أحد، الله يفعل بك ما تستحق، ويفعل بك بحسب محبته، ويفعل بك بحسب إرادته، ويفعل بك بحسب معرفته الحقيقية بيك، ويفعل بك بحسب كرمه. الله يفعل بك أنت ما تريد، إنما في إطار كرامة الله، محبة الله، إرادة الله، قصد الله. وعلشان كده انظر فقط إلى نفسك. أما إذا نظرت إلى آخرين، لماذا يفعل الله مع الآخرين؟ ماذا يفعل هذا الإنسان لا يستحق هذا؟ إنما تنسب إلى الله عدم عدل. علشان كده هذا الابن الأكبر نسب إلى الله هذا عدم العدل. عشان كده الله عادل، الله محب، الله يريد الكل. علشان إحنا مش فاهمين فساعات كده بننسب لله هذه الأمور. عشان كده خلي بالك، انظر إلى نفسك أولا، لا تنظر لغيرك، انظر إلى القصد الإلهي في محبة الله للعالم كله، انظر أن الناس يستطيعوا أن يتغيروا. الابن الأكبر لم يستطع أن يرى قصد الله، الابن الأكبر لم يستطع أن يرى محبة الله، لم تكن هناك علاقة بينه وبين أبوه السماوي. علشان كده قدر يقع في مثل هذه التجارب. علشان كده تلاقي كمان أنه نهاية القصة أن هذا الابن الأكبر هو الذي فقد كل شيء، لأن فقد أبوه، لم يرد أن يدخل، بقى خارجا. علشان كده حتى ولو هو نفذ كل الوصايا التي قالها أبوه ويقول قط لم أتجاوز وصيتك، ولكن لم تكن هناك محبة. الله يريد قلبك، الله يريد حياتك، الله يريد مشاعرك، الله يريد أفكارك، الله يريد نياتك، الله يريد إرادتك، الله يريدك كاملا
حياتك الأبدية كاملة. علشان كده الآن وقت مقبول، الآن وقت خلاص. إن كنت بتفكر في أبوك السماوي إنه ظلمك، لأ، شيل المقارنات وشوف، انظر إلى حياتك، هتلاقي خير كتير ربنا ادهولك. إن كنت بعدت بعيد، ارجع الآن وشوف إنه لا نستطيع أبدا أن نبدل مجد الله في حياتنا بالذي لا ينفع. سواء كنت من الابن الصغير أو في حالة الابن الكبير، الآن ارجع وشوف أبوك السماوي اللي بيحبك، اللي بيعطيك أكثر جدا مما تطلب أو تفتكر، لأن الله يحبك. ربنا يعطينا أن ننظر إلى هذا الأب المحب، أبونا السماوي اللي بيحبنا حتى أنه بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. ربنا بيحبك ومستني رجوعك، وهو ذا الآن، الآن وقت مقبول، يوم خلاص لكل إنسان. ربنا يعطيكم كل نعمة وبركة، ولإلهنا كل المجد والكرامة إلى الأبد. أمين.